تخيل غير تخيل معايا دابا انت هذوك اللي كيفوطيو حيت كاين اللي عندهم كراسه كيجيكطابل كيضرب عامين وغيمشي، ولكن عندك القوه العظمى في مجلس الامن مع المغرب شنو ندير انا؟ حيت راه قالها ماكرون قال لك اقدم مملكه في الممالك في العالم. الناس اللي كتعرف التاريخ كاين شي وحدين راه ما عندهم تاريخ. هذه مرحله جديده في اطار العلاقات القويه والاستثنائيه ما بين الدولتين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية واللي عندها تاريخ باعتراف وبشهادة الدول العظمى. بغيت نفكرك شنو قالت اسبانيا واللي كانت مستعمرة لنا الصحراء. نفكرك جات قالت لك اخويا الصحراء مغربية وراكم كنتو مستعمريني سمحوا لي. صراحة سبانيا قالت لك الصحراء مغربية بدون نقاش، جينا استعمرنا وانت نتوما كنتو مستعمرين وسمحوا لنا والله يعاون. اسبانيا كتجي تقولها لك ما فهمتش انا علاش كاع الدول كيجيو يركزوا ليها الا هادو الا هادو. علاش يا خو؟ حيت المملكه المغربيه عندها التاريخ وعندها العمق الافريقي. وبه وجب الاعلام والسلام. الصحراء مغربيه وعاش الملك. فيف لو ماروك كما قال. اوكي لقطه اخرى كوميك قال لك كوميك هاد اللقطه قال لك عمهم دبون قال لك زاد ولايه رئاسيه ثانيه والنم قال لك غادي يدوز عليه اكفس عوده. صفحه المغرب على موقع وزاره الخارجيه الفرنسيه ستجدون هذه الخريطه وهي خريطه محدثه للمملكه المغربيه تظهر فيها الصحراء الغربيه كجزء من المغرب. فقد حدثت وزارة الخارجية الفرنسية خريطة المغرب على موقعها بالتزامن مشاهدين مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب لتضع هذه الخريطة الجديدة. بدلا من هذه هي الخريطة التي كانت تظهر الصحراء الغربية تظهرها باللون الأصفر أو باللون المختلف عن المغرب لتبدو وكأنها ليست جزءا منه وقد تم تحديثها. الخريطة الجديدة على موقع الخارجية الفرنسية جاءت بعدما خاطب ماكرون البرلمان المغربي حيث جدد التأكيد على تأييد بلاده لسيادة الرباط على الصحراء الغربية واعدا بالاستثمارات الفرنسية في الإقليم المتنازع عليه. وأنا أفكر بالطبع أولا وقبل كل شيء في الصحراء الغربية التي أردت أن أوضح بشأنها باسم فرنسا رؤيتي عندما تحدثت مع جلالة الملك محمد السادس في أواخر تموز يوليو الماضي. وأؤكد هنا أمامكم بالنسبة لفرنسا فإن حاضر ومستقبل هذه الأراضي يندرجان تحت إطار السيادة المغربية. مقصودة والله العظيم أقسم بالله يلي حكمته إني ندمع النهار لك لنتظر بفارغ الصبر اللي خاص الصحفي الشهري لعمهم تبون كي قال لك يرد على فرنسا وانا انتصر وسحب السفير منها لانه ياك سحبوا السفير زاد فيه عاود تسال على ذكر السي عبد المجيد وكيف بلاتي مازال ما وصلناش راه نضحكوا بعدا على السي. لا صراحه نمشيو عند السي عبد المجيد تخيروا معايا قال لك مكالمه هاتفيه ما بين السي عبد المجيد وماكرون قال لك هادو الفرنساويين تمسخروا على سي عبد المجيد وراه وضحوكات العالم اش بينا نديرو سي عبد المجيد كذبون. قال لك ازيدي قال لك حتى الفرنسية تمسخر بنا قال لك اصبح رئيسنا المادة الفكاهية الوحيدة في العالم وسط هذا الكون من الدمار ما كانش نمزح. المهم هو قال لك اوبليجي تابلي اون انونيم بور كو تي ريبوند اييه تيجاوبو ماكرون هذا زعما سي عبد المجيد تيجاوبو ماكرون تيقول ليه شوي اوكيبي تيب تيبون قال لك بوكو دو رونكونتر دو سيناتور و تيجاوبو تيقول ليه تيلمون كو تي مينيور مدمر عليه تيقول ليه ماكرون ايكوت لا جو دو اكروشي سيدنا ماتون. صح هذا الفرنساوي اللي تكوكب على هاد التكويكة هادي صح ماكرون تيقول ليه سيدنا ماتون تيقول ليه سي عبد المجيد سيدنا الو مالو قطع عليه
Ah, tu as dit que c'est d'habitude que je te jure, tu réponds pas. Je vais injecter le morjane. Qu'est-ce que le morjane? Ah, d'accord, le chocolat عجينة. Morjane dans les veines. Injecter le lait, puis tu as dit que c'est le lait, c'est le lait. واخا دابا نعاودو نرجعو لهاد السيف لبجيت ارجع حب شوف معايا هاد الجزائري من الجزائري المعارضين واخا والله ما كاينه ثقه ولكن تيبقى جزائري حر تيقول هضره زوينه واخا والله ما كاينه ثقه تعاودها اسمعوا معايا اش تيقول على الزياره ديال ماكرون للمغرب زياره دوله بس كيما راك ما عندك وين تبوجي اليوم يا جماعة الخير غادي نهضروا على الاستقبال التاريخي المهيب نتاع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة المغربية الشريفة الطاهرة. هذا الاستقبال اولا عنده شحال من بعد. البعد الاول هو بمثابة الضربة القاضية للعصابة العسكرية. ثانيا كي نبغوا نقيموا هذا الاستقبال انا واحد من الناس نعطيه 10/10 في كاع النقاط وفي كاع المجالات والميادين. يعني من جهة الاستقبال 10/10، من جهة البروتوكول، العواد، الحرس الملكي، الهيبة، الشعب منظم، الحية نقية، يعني صنعتهم المغاربة، هادو صوالحهم. احنايا الجزائر نبغوا نقلدوهم وما نعرفولهاش ونحشموا رواحنا. جاي انت يا ايمانويل ماكرون الجزائر قاد به تبون متقاودين باليد تحسب انت يا تلاميذ نتاع ليكول دينه الديسكو ماغريب كاسيت حسني او دواءته كي قال له المصري احنا في ايه ولا في ايه كي قال له المصري. ولكن شوف المغاربه صاحبي شوف الدبلوماسيه المغربيه وعلى راسهم الاستاذ المحترم الناصر بوريطه الدق والخدمه والسكات. نستلزم من هذه الزيارة التاريخية أنه بعد 50 سنة من الصمت وأخيرا فرنسا تعترف بمغربية الصحراء بالرغم من أن دول عظمى على فرنسا كما أمريكان وبريطانيا وألمانيا اعترفوا بمغربية الصحراء ولكن المملكة المغربية كانوا باغينها تجي من عند فرنسا خاطرش يعرفوا باللي فرنسا هي ماما نتاعنا حنايا الجزائريين كانوا باغينها تجي من عند فرنسا باش صي الفيلم يكمل الكتبة تطلع البطل يدي حقه السيجي والدوسي الملف نتاع الصحراء ينطوى ويدخل في ليزارشيف وما نزيدوش نهضروا عليه. أما البعد نتاع الجزائري انا كجزائري انا راني فرحان على جهتين راني فرحان بخوتنا المغاربه اللي ايمانويل ماكرون اعترف لهم بمغربيه الصحراء وراني فرحان ونستشفى في العصابه العسكريه التبونيه الشنقريحيه راهم شارين كلينكس المشاور وراهم غبكة ودموع وخناين صحافه الزيغو راهم يتباكوا في البلاطوهات الاصابع الزرقاء هبلوا صرا لهم كي ديك اللفعه اللي ودرت سمها راهم يدخلوا في لي لايف تاع المغاربه هذا يعاير هذا يشكلط في الهضره هذا يخربق صاي يعرفوا باللي كل شيء راح يعني فقط اللي ما عرفش كملاحظه هذا الفيديو هذا نتاع هذا الموتار اللي تيدور هذه الأزقة ديال مدينة مراكش الحبيبة إيك يا جماعة الخير نقولها لكم من هذا المنبر وسجل عندك في الدستور بعد 50 سنة مزرع الفتنة بعد 50 سنة تاع زرع الكراهية في النفوس الجزائريين تجاه خوتهم المغاربة بعد 50 سنة من تبذير الأموال الملايير ملايير الدولارات نتاع الشعب الجزائري على بن بطوش والصنادل نتاوعه وميليشيات البوليزاريو 50 سنة عناء راح في شربة مية وفي كيل الزيت خطاب تاع زوج دقايق تاع إيمانويل ماكرون 50 سنة
تاع الساكريفيس اللي دارته العصابة العسكرية من وقت بوخروبة الشيطان بوخروبة الملعون إلى يومنا هذا كل شرح سي كل شرح. هيا هتبون هورك عند من راح تبون راح عند السيسي تولوا ولينا أضحوك العالم قاعد يستشفى فينا وراه يضحك علينا. دار تغريدة دار نيرمو هذا رئيس الوزراء نتاع إسرائيل قال له باللي راه عند واحد اللي هو راه حاضرنا الحدود نتاعنا. شي التخربيق هذا هو المهم قبيله كان في مراكش دابا راه في الرباط الطريق اللي تيديز منها الرباط مراكش نقريحه باش تقطعوا الحدود مع العلاقات مع فرنسا وراكم باش تقطعوا السفاره وتقطعوا القنصليات ها ولا ماما فرنسا نساكم قاع ساكنين في فرنسا ايه ولادكم قاع يقروا في فرنسا ايه ها شنقريحه مرتك ولادك قاع ساكنين في فرنسا ما تقدرش تقطع العلاقات ها محقورتي يا جارتي تسمى ساجين غير في المملكه المغربيه يا خوتي العزاز نقولها من هذا المنبر تبارك الله عليكم خوتي المغاربه وتستاهلوا كل خير وانتم درتوا النيه ومول النيه يربح وحنا درنا الحيلة ألور كل حيلة يخسر وينفضح خسرنا كل شيء ورانا خاسرين كل شيء أما المغاربة ربحوا وبصحتهم وتستاهلوا كل خير والله يجعل الرسالة تكون وصلت والفهم يفهم والسلام عليكم. كلام جميل من عند السيد هذا السيف المجيد رجعوا له السيف المجيد تيحاول يقلد تيحاول يقلد ملكنا الله ينصرو تيحاول يقلد في كل شيء في البلدة أي حاجة تيحاول يدير بحالها ولكن تيصحي في البلدة تيصحي في الغابة وتخيلوا معايا تخيلوا معايا ملكنا الله ينصرو هدا خنجر جميل جدا ذهبي ولا هذا الماكرون بصحته سعد المجيد كان في مصر في الوقيته اللي مشى ماكرون كان في مصر اللي كان ماكرون زعما في المغرب مشى سعد المجيد لمصر ما طولش كان عنده 3 ايام ما توجد جرى عليه السيسي ولا واش داكشي المهم دوز يومين وهرب فين لعمان مشى لعمان حتى هو دوز فيها ما عاد شي نهار بات ليله وحده وعاد ثاني رجع في حاله باشاش باش باش يستقبل ليا بن بطوش وقيس سعيد دابا نهضروا على الموضوع لاحقا في هذا الفيديو نيت. المهم تكوميكا انه مشى حتى هو عطاه في نفس النهار اللي خد ماكرون مشى عطى لهذاك تاع عمان حتى هو ومشكله هاد الدول كلهم اللي تيمشي لهم كلهم مطبعين مصر عمان كلشي مطبعين جاب رئيسه الهند مطبعه هو ايه فقط علينا يعني المغرب وحده اللي مطبع ما اي دوله يهضر معاه هانيه هو بدا يتعامل مع اسرائيل ديريكتومون ولكن لا 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 المغرب المطبع ما عرفت امتى بيتفقوا الجزائريين على هذا الكلام هذا مباشرة من بعد الوصول ديالو مباشرة من بعد الوصول ديالو لسلطنة عمر علاش تتقيس علاش تتوري علاش هزيتي عاود تسيب تمشي الله الا كوميك بالله واخا عطيتي السيد كادو علاش حطيتيك تما وتتجبدو وتوري صافي هاد السيد كادو خليه هو يدبر راسو يقدر الكادو ما جاش من عنده بيان سور الكادو جا تصيفط من شي بلاصه هو براسو ما عرفش الكادو شناهو داكشي علاش حاول يقلبو باش ما يفلتش عليه شي حاجه حسن تمشي هكا داير ماشي تضحك هكاك راه هو هكا كذبون حميه قبيل كوميدي كتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا اللي قدامكم حتى هو عطى هديه للسلطان ديال عمان وشنو هي هذه الهديه هذه سيف كذلك سيف كذلك يعني الملك محمد السادس عطى سيف تبون تا وخصو يعطي سيف باش تشوفوا معايا التقليده عباد الله انا سعيد نجي لكم بك بعدو من مورا سيدي رجع فحالو لبلادو دابا نهضروا على زياره فرنسا في فيديو اخر دابا رجع من مورا لبلادو واستقبل ليا شكون بن بطوش انا قال لك تبون اكاي لو المهم بوليزاريو بن بطوش قال لك سيغتان ترافاي بور ديفلوبي لور بي Et d'autres, il y a des travaux pour nuire à leurs voisins. C'est bien, Maya. استقبلوا السيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. كما تشاهدون الصور الآن في الشاشة نوكا. عندهم عطاف، عطاف بوحده ولكي. والوحيد الذي يجرجروا معهم في الماء. من مطار الجزائر الدولي.
كل مره قابض ليه سياره سير الامم المتحده سير هذه ديما تيرجع حاضر راسه. هو ريبو مدين رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس الجمهوريه الصحراويه ابراهيم غالي. واخا الله الا جيتي جيب لي الضحك بغيتي نفهم علاش داير علاش بعدا الطابي روج. واخا ندوزو الطابي روج علاش جايبو في الطائره الرئاسيه راه غير حداك ها كاين فتين دوف هو علاش مشيتي جبتيه بالطائره غير زبابه الفلوس مضيعين مضيعين عليه سميتو المازوط نتاع السياره ومضيعين عليه الوقت ومضيع مالكو صيفطوه في طاكسي كبير ولا في شي كار ولا في شي حاجه غير حداك وما كاين فتين دوف ما مفهومش هذا الشيء هذا والله ما مفهوم ما عمري ما شفت حياتي شي دوله دايره دوله في وسط دوله دابا الجمهوريه البن بطوشيه كاينين في تندوف وعندهم فوس تندوف عندهم سفير تندوف في الولايه الجزائريه ما تنهضر على شي بلاصه بعيده عندهم سفير ديال الجزائر تما فواحد الخيمه وعند وكاين السفير ديالهم ديال بن بطوش ديال الجمهوريه البن بطوشيه كاين مع عندهم في الجزائر العاصمه تما داير ليه شي كتياب ويحط ليه داكشي ما فهمش هذا التكوميكا كيما تشوفوا من مورا سيتي شكون اللي عاوتاني على من عيط انا شافوا على من عيط سالم وسويلم ليش الله يبيك رب الله اش هاد الحاله واللقطه الكوميك شوف بغى يقلد المغرب في كل شيء سعد المجيد بغى يقلد الملك المغربي نصره والله جلاله الملك نصره والله في كل شيء ما في ديكش بغى يقلد الحرس الملكي واش انت والديكم انتم ماشي حرس ملكي المهم تيقلدوا صافي مسبوقا بالسيد الفريق اول رئيس اركان الجيش واش القريحة حاضر؟ واش القريحة البوال حاضر؟ هو يفلت عليه هادشي الوطني الشعبي وبمواكبة فرسان الخيانة قال لك تيستقبل ماكرون تاع تونس لقيادة الحرس الجمهوري بتفتيش القوات المشاركة في الاستعراض هادو بيان سيغ عرض عليهم اليوم عرض عليهم قال لك على قبل زويدو على قبل الاستعراض تغدى تزامن مع ذلك باقي بغى يعرض تاع على داك المنفي اللي كان قال ليه المخفي داك الرئيس نتاع ثلث نتاع ليبيا حيت دابا هذاك المنفي رئيس نتاع ثلث ليبيا ما نقولوش النص ثلث وكاين رئيس اخر هو سي عبد المجيد ما مقادش معاه هو مقادتي مع المخفي سامحني المنفي سيتم تنفيذ رمي تشريف بالمدفعيه لسبعين طلقه احتفاء بالذكرى السبعين لثورة انت ما كلشي تشوفوا راه والله الا السيده مت يمكنش شحال مضحكنا ولكن اللي تعجبني هو الجواب الفرنسي شو الجواب الفرنسي على بحال هادشي على الجزائر اون جينيرال وعلى فعل النظام الجزائري شوفوا معايا قال لك شوفوا معايا والله الا يمكن فرنسا تكوميكا من المزيان كما تكوميكات في هذيك لابيل ما بين ماكرون وتبون هي تكوميكا انا قال لك اون ديفورسي افيك لالجيري اون 1962 62 طلاق وقع الطلاق ما بين فرنسا والجيري قال لك مي لا فرانس ا اي لا غارد دي زونف واخا سيدي قال لك فرنسا هي اللي خات لا كارت دي زونف قال لك اي ال كونتينيو دو فيرسي اون بونسيون اليمونتير مازال خات لا كارت ومازال باقي تعطي الفلوس باقي اش نقولوا اسميتها بالعربيه بحال تقول البونسيون اليمونتير اللي بحال شي واحد شي مراه وراجل تيطلقوا وداك اللي تياخذ الدراري هو اللي تيصرف عليهم ولكن داك الاخر اللي ما تياخذش الدراري تيحط ضروري حتى خصو يحط مصروف
خصو يحط ما بغا تخرج ليا الكلمه انا فكرت باش جاني الضحك على هذه الحماقه هذا واخا سيدي. وفرنسا دابا اش تقول لي؟ قالت تقول لك لا زعما راك عندنا من هادشي الفو ديفورسي بوغ دو بون سالي خصنا نسدو هاد الشيء هذا. هذا فرنسا وين تيتكمكو اسمي مع السيده اش تقول. Et pourquoi est-ce que le sujet de l'Algérie, à mon avis, révèle quelque chose? Avec l'Algérie, si vous voulez, on a divorcé en 1962. Mais le problème, c'est que c'est la France qui a eu la guerre.